السلام عليكم، كيداير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم طيبه؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ومبروك عواشركم. الله يدخلنا رمضان بالصحه والسلامه وطولة العمر. اليوم جيت نقدم معكم حلوى عراقيه. البدايه غنحضروا الشيره، يعني الشيره عندهم هما هو القطر، يعني باللغه المغربيه عندنا حنا السيرو. السيرو ديالنا حنايا في جوج كيسان تاع سنيده، يعني سكر حبيبات، وفي كاس ونص الماء، كاس العنب البنات، وفيه الحامض يعني الليمون، وفي الزهر. هذا الزهر مقطر، جايبه من فات انايا، راه مجهد مركز. خصكم تخفوا ولا بغيتوا ديروا الزهر باش يجيكم الريحه مزيانه. نتمنى تكونوا خديتوا المقادير ديال الشيره او القطر او السيرو المغربيه. المهم ها هما جوج كيسان سكر حبيبات وكاس ونص الماء ومعلقه كبيره ديال عصير الليمون يعني الحامض، وطبيعه الحال الزهر، ماء الزهر. غندوزو دابا طريقه كيفاش غنحضروا هاد الشيره او القطر او السيرو، وهانتوما معانا وما تزابيوش. في اناء نضع كأسين من السكر حبيبات، يعني سكر سنيدة، نعملو الماء كاس ونص الماء، مع التحريك سيقون البنات كتجي رائعه شكلا ومذاقا. وهانتوما غنعملو معلقه الحامض يعني الليمون، ومعلقه ماء الزهر، والكل على النار. وضعنا على النار في حالة الغليان، في وضعنا على النار متوسطة. ملي تبدا تغلى غنحسبو ليها 10 دقايق ونطفيو عليها. صافي يكون ديالنا القطر ديالنا وجد، يعني يعني السيرو، يعني الشربة، الشربات. هو بدا كيغلى لينا الشرب الشيرة ديالنا، يعني القطر، يعني السيرو ديالنا. هانتوما هذا قلنا غنحسبوا ليه 10 دقائق ونطفيو عليه. دابا ملي يكون في هذه المرحله حسبوا 10 دقائق وطفيو عليه، صافي ها هو يكون واجد. من بعد ما كملت 10 دقائق طفينا عليه. ضروري خصكم تكونوا دايرين التوقيت ديالكم باش يجي داك باش يجي ناجح ومضمون. و هانتوما معانا، هانتوما راه هي 10 دقائق بالكمال والتمام وطفينا عليه. ها هو وجد. دابا ندوزو لمرحلة العجن. مرحلة العجن عندنا دقيق ابيض، النوع الممتاز. وديما كنقول لكم النوع الممتاز حيت حتى الدقيق كيلعب دور. جوج كيسانت العنبة اللي عندنا حنا بالعبار ديال المغرب، والناس الاخرين مش عندهم هاد العبار. المهم جوج كيسان طحين دقيق ابيض، ونص الكاس الماء عادي من الصنبور، نص كاس الماء، ومعلقه ديال نيدو يعني حليب مجفف، وربعه المعالق زيت نباتي. هادشي اللي عندنا في العجن. غندوزو الطريقه. في اناء طبيعه الحال غنوضعو جوج الكيسان ديال الطحين، بعد ما نغربلناهم وناضين ضروري نغربلوهم. قلنا جوج المعالق، قلنا جوج كيسان ديال الطحين دقيق ابيض، الملح حسب الذوق، معلقه حليب بودرة يعني حليب مجفف يعني نيدو، اربعات المعالق. نخلطوا الطحين دقيق ابيض مع حليب مجفف، ونزيدوا 4 المعالق ديال الزيت النباتي،
ونخلط الكل بالماء عادي من الصنبور، ما دافي ما والو، ماء عادي بارد. غنبسبسو هادشي بعدا، تاي تبسبس مزيان الحليب مع الزيت مع الطحين، عاد غنجمعو بالماء وهانتوما معانا. كنتمنى تجربوا هاد الحلوى، كتجي شكلا ومذاقا، ما نعاود لكمش وانتوما غتحكموا مني غتذوقوها. وبقاو معانا. من بعد ما بسبسنا الدقيق بالنيدو والزيت وشويه الملحه طبعا، دابا غنجمعوا بالماء عادي. الا كنعيد كنعيد وكنكرر بان الماء عادي من صنبور نص كاس الماء، وكيبقى الماء على حسب الدقيق نوعيه الطحين. يقدر يكفيكم هذا الماء يقدر ما يكفيكمش حسب الجوده تاع الطحين. المهم نبقاو حنا على الطريقه تنجمعوا هذاك العجن ديالنا. المهم خصكم 5 دقائق على الاقل، وانتم كدلكوا فيها بحال هكايا كتجي قاصعه هي البنات، راه ما كتجيش العجينه ديالتها مرخوفه، كتجي قابطه في روحها، كتبقى على بدليك قدليك بحال هكايا. هي خصها تكون هاد الطريقه ديالتها، عرفتي يعني نص كاس الماء هو اللي غيجمع جمعيه داك الطحين. هانتوما البنات 5 دقائق على الاقل هي قليله، وانتم كدلكوا فيها تدلك لكم العجين. كنزيد ناكد لكم راها قاصحه ما كتكونش لينه العجينه. من بعد ما مرات 5 دقائق، حنا راه كلنا دايرين هاد الكرونو هنايا، هانتوما 5 دقائق ديال الدليك، حيت كتكون هي قاصحه وكدلكيها بيه تعطي الكف مزيان تدلك مزيان. دابا ملي كملت 5 دقائق حنا كندلكوها غنديروها في السلوفان ونخليوها ترتاح. هانتوما راه قاصحه، خصها تكون قاصحه البنات، الا ما كانتش قاصحه ما تكونش ناجحه. المهم غنديروها في السلوفان ونخليوها ترتاح شويه ونحضروا الحشوه. الحشوه ديالها ها هي دابا درنا في السلوفان، خليوها ترتاح واحد البليصه. دابا غندوزو للحشوه. المهم على النار مع التحريك تيعقل لينا داك الخليط تولي عاقل. هاو ولا نهار البنات على نار مهينه تتعقد تعقد لينا الحشوه. القوام ديالها البنات ردوا البال ما تخلوش خسر بزاف، حيت سينو غتولي قاصحه بزاف اكثر من القياس. صافي بركه داو السمك ديالها اللي بغينا من ما طلقنا العجينه وغنديروا غتولينا هي هذيك، ما تخليوش تخسر بزاف. صافي بركه تكون كريميه، بغينا حنا الحشوه تكون كريميه هانتوما. صافي بركه مزيان على طاولة العمل غنديرو النشا مزيان مزيان. النشا هو اللي غنخليها غتجينا دايره مقرمشه. النشا البنات كيعطي واحد التوريق ما نقولكمش عليه. النشا يعني دقيق الذره، يعني مايزينه باش كنقولو حنايا، هي باش غنطلقو تيخليو العجين مرق وخفيف. هانت السمك ديال العجين كيفاش داير، راه قاصحه البنات خاصها تكون هكا باش تجي ناجحه. دابا غنديرو المدلك، نقسمو العجين على جوج، ضروري النشا غنطلقو دابا بالمدلك، ويا حبذا تكون على شكل مربع كباش جينا مزيانة. نحاول نديرو راه مربعة ما نديروش دائرة. ومره مره نشوفوا الحشوه ديالنا نحركوها باش ما تعقدش هكايا، حتى الا غنديروا وسط من قلب العجين.
تخافوش من نشا البنات، النشا كيخلي العجين مرق سبحان الله العظيم، وكيجي خفيف. الصمت اللي بغينا هو هذا بركه صافي. طبعا نقطع الجوانب باش نحاول نديروها على شكل كاري، يعني دابا غنديروا الحشوه. خديناها المهم البنات، درنا داك الحشوه ديالنا في واحد باستيكا، ولا عندكم بوش ولا عندكم اللي عندكم ديروه انتوما. غنديروا فوق العجين اللي بسطنا، انتوما على الطريقه البنات. نتمنى يكون الصورة واضحة صافي. كنتنيها نقطعها تنيها ثلاثة الخطرات، الدورة الأولى والدورة الثانية والثالثة نقطعها. ناخذها ندير الماء باش تلصق ليا العجين مع العجين وما تحلش ليا أثناء طهي في الفرن. صافي غنبرمها ونحطها، نكمل العمليه على الطريقه. انتما تحكموا في السمك اللي بغيتو في ملي غتقطعوها هكايا، غتحكموا في وبغيتها كبيره بغيتها صغيره بغيتها بين وبين، المهم هما قطعوها او مايا اشكال كيفاش جاو. ندير معكم واحده اخرى، مازال نديروا الحشوه ديالنا العجين. نبرموها ثلاثه البرمات كتكون البنات، الاولى والثانية والثالثة نقطعوها ونديرو الماء باش تلصق لينا العجن. إلا ما درناش هاد الماء العجن تحل لينا في أثناء الطهي قلنا ليكم. صافي نبقاو على الطريقة، وانتم غتحكموا في اللي قلت لكم، بغيتوها غليظه بغيتوها طويله كبيره بغيتوها على حسب اللي بغيتو ديروا. واحد عندنا احجام مختلفه، نتمنى لكم التصوير واضح. نشيل الاشكال، يبقى لي دابا ندخليها نديروها ناخذوا طاوه اللي غتدخل الفرن ونستفوهم. في اللاطه اللي غندخلوا فيها يعني الطاوه يعني اي حاجه عندكم غتدخل، احسن 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 يكون عندكم داك الشيء عندكم صغيره باش يجيو مزاحمين ويطيبوا مزيان باش ما يتحلوش اثناء الطهي. المهم غندهنوا هاد اللاطه الصغيره بالزيت وغنقادوهم نستفوهم هنايا وندخلهم الفران. انتوما معانا هي الطريقه كيفاش غنستفوهم، ها هما كيجيو رائعين في شكلا ومذاقا. نتمنى تجربوهم علاش لا.
قوم كملي على الطريقه حتى نكملوا هذيك اللي بقات لينا ايوا نتلاقاو معكم. المهم ملي كملناها في التقطاع سفناها في الاناء لا يدخل للفرن. دابا غنديروا لها الزيت نيت هانتوما الكميه الزيت هنا فاش غطيب هانتوما راه عايمه في الزيت صافي. بقى لينا دابا ندخلها الفرن ونطلقوا في الشكل النهائي. ملي خرجناها من الفران ضروري نقطروا من داك الزيت اللي درنا فيها كتجي على هذا الشكل. ما كتبغي الفران مجهد البنات. ها هي الشكل ديالها ملي خرجها من الفرن صافي. دابا بقى لي درنا عاد ندير لها ديك القطه ديالها ولا السيرو ديالنا ولا المهم غنديرو حنا داك اللي كنا وجدنا في الاول. نسقيوها وهي ساهله مسخونه ملي خرجها من الفرن بهذه الطريقه. صافي ونزوق. ومني غتشرب القطر اللي درنا فيها ولا السيرو اللي درنا فيها غنحيدوها وغنزينوها. اي حاجه عندكم من يا لوز يا بيستاج اللي عندكم طحنوه دقوه وزينوها من الفوق. المهم دابا تشوفوا الشكل النهائي ملي غنزينوه نحطها في الطبق. الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا قلت لكم اي حاجه عندكم في الدار. هذا بلقينا اللوز هرمشناه ودرنا فوق منهم. الا كان عندك انتيا هكا البيستاج ولا الفستق ديري وكيجي شكل رائع. وحنا درنا كميه قليله دوبلو الكميه البنات الا بغيتو تداولو وكتجي رائعه ما نعاود لكمش. ونتمنى تجربوها.